انطلاقاتنا مستمرة، نتابع وإياكم اندفاعات هذا الشوط والشوط العاشر، نشاهد وإياكم ما يدور وما يدور في هذا الشوط من منافسة مخصص للقعدان الحقائق. نتابع وإياكم هنا الانطلاقة العاشرة، أشواطنا مستمرة 25 شوط في هذه الفترة الصباحية، نتابع وإياكم اندفاعات هذا السن والمقدمة مباشرة. المقدمة هناك مع هملول حمد بن علي بن صالح السندوانة المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع القدوم من المستشار غانم بن مانع بن عايض الخوار المركز الثالث. نتابع هنا القدوم من معزز عبد الله بن علي بن راشد المري، ولكن أرى القدوم من نسناس عبد العزيز بن جبران الحجاجي قادم مع المركز الثالث مندفعا بهذا الانطلاق، بينما أرى الوصول والقدوم في هذه اللحظات من المفتي لمسفر بن محمد المحميد، يغير من مركز إلى مركز. نتابع في هذه اللحظات اللي تسلل بدوره الرهاوي من الجانب الأيمن علي بن محمد الزبدان المري، بدأ يغير من الجانب الأيمن. نتابعه في هذه اللحظات، شوفوا الاسم اللي قادم على المركز الثالث. نتابع القدوم والوصول من مخوف لحمد بن علي بن صالح بن جرحب المري مع المركز الثالث المركز الرابع. نشوف المستشار غانم بن مانع بن عايض الخوار، هذا المستشار أيضا لديه نقطة في المهرجان الصيفي تابعنا المستشار، بينما أرى الوصول والقدوم هنا في هذه اللحظات القادم والمندفع الشبابي فرج بن جابر العاض المري يصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة، ونعود إلى أبو محمد بن محميد مسفر بن محمد المحميد، هنا يقدم لنا المفتي على المركز الأول وعلى المقدمة. يا سلام يا سلام، هذا الشعار ومالكي، هذا الشعار أحد شبابنا المبدعين في هذا العالم الساحر. المركز الثاني، نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات، مجمل على المركز الثاني بن عايض السنجاري قادم هنا، من حقق نقطتين في هذا الصباح ويطمح للمزيد. هذا هو بن عايض المعروف بهذا الشعار مجمل، محمد بن علي العايض المري يصل ويغير من الجانب الأيمن. المركز الثالث، نتابع المركز الثالث والقادم خوف لحمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. المركز الرابع، نتابع المركز الرابع، المركز الرابع القادم في هذه اللحظات اللي بدأ يتسلل بدوره، يغير هنا كساب سالم بن صالح آل سعد النابت، هنا منور شعارك يا منور قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس، نتابع نسناس عبد العزيز بن جبران بن زين الحجاجي اللي على المركز الرابع. المركز الخامس، نشوف القدوم وأول ندى في هذه اللحظات من بحر لناصر بن سالم الحفيظ المري، شعار بن حفيظ قادم مع المركز الخامس. هذه النتيجة، ولكن العودة إلى مالك مجمل لمحمد بن علي العايض هنا في هذه اللحظات باندفاع ولا أروع ميدان السيح هناك بالانتظار، ولكن أرى القدوم. الله يا سلام، المفتي مع شعار بن محميد وبن سعد، وصل مع كساب سالم بن صالح آل سعد النابت، يا سلام يصل في هذه المنافسة الشيقة. نتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات باندفاعة مجمل محمد بن علي العايض، ولكن كساب مجمل. نتابع وإياكم المنافسة الشيقة مع هذه الشعارين على المركز الأول والثاني، ولكن بن عايض الهاتريك يا بن عايض الهاتريك. السنجاري هنا يكرر الإنجازات في هذا الصباح ويندفع بهذا الشعار ويقدم لنا كل جديد مع مجمل، وتجمل مجمل بناموس المستحق محمد بن علي العايض. ألف هيدا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مع مجمل. المركز الثاني كان كساب لسالم بن صالح النابت، المركز الثالث ثاير طالب مسلم بن طالب بن عقيل. المركز الرابع، اللحظات اللي نتعرف
على صاحب المركز الرابع والخامس. نتابع وإياكم منافسة شيقة اندفاعات هذه القعدان اللي أيضا قدمت هذا العرض الممتاز والمنافسة الشيقة. شاهدنا هنا الاندفاع مع هذا الشوط وشاهدنا هذه الأسماء المنطلقة. تابعنا وإياكم منافسة إلى الرمق الأخير وكان شعار بن عايض هو أيضا من حقق هذا الناموس وحقق هذا الانتصار مع مجمل من تجمل أيضا وقدم الهاتريك الصباحي. سلام يا السنجاري سلام إلى ميدان السيح. تتوالى الإنجازات بهذا الأداء مع مجمل. التوقيت 4:35.6 من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي العايض المركز الثاني. وصلنا هنا كساب 4:35.61 من الثانية. تهانينا لسالم بن صالح النابت. تهانينا لك يا منور على هذا الفوز المركز الثالث. وصلنا في هذه اللحظات نتابع هنا اللي وصل شايم وتوقيته 4:37.98 من الثانية. تهانينا لحمد بن حزام بن راشد بن قرح المركز الرابع. المركز الرابع وصلنا سياف للحميدي بن راشد بن مقارح المركز الخامس. المركز الخامس كان ملبي